ومعنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر، أهمية هذه الاجتماعات، ترسيم الحدود، عمل هذه اللجان، وما سيصدر عشية أيضا هذه الاجتماعات؟ مرحبا روبير. الاجتماعات متواصلة في يومها الثاني. كان قد دشن رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لجنة ترسيم الحدود للمساعدة في العمل والبدء الفوري في عمل الترسيم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية واحتياجات هذه اللجان للقيام بدورها في المنطقة الحدودية بين البلدين، خاصة وأن هذه المنطقة شهدت صراعات مختلفة في تلك اللحظة. الآن توجت هذه الصراعات بأن تصل الحكومتان في إثيوبيا والسودان إلى نقطة ترسيم الحدود، خاصة وأن هذه الإجراءات التي تمت ربما تأتي في إطار العلاقات المتبادلة والثنائية والمترابطة ومتعددة الأطراف، كما يقول الجانب الأثيوبي بأن ما يربطه مع السودان هي روابط قوية وتتجاوز الخلافات التي كانت بينهما. سبق وأن قال السودان بأن أثيوبيا تعدت على قواته وقتلت ضابطا في الجيش وجنود آخرين وجرح آخرين، لكن كذلك الجانب الأثيوبي يقول ربما من جانب العتاب على السودان أن السودان استخدم رشاشات ثقيلة ومدرعات في هذه الحرب، وفقد أثيوبيون مزارعهم ومخيماتهم. لكن كل هذه الأشياء يقولون الآن يمكن تجاوزها، لأن هناك من يحرك هذا الساكن لخلق توتر في العلاقة ما بين السودان وأثيوبيا، لكن يقولون أن العلاقة ستكون أمتن مما يتوقع الآخرون وستعيد العلاقات والحدود المشتركة التي سيتم ترسيمها الآن العلاقات إلى طبيعتها، وأن تكون هناك التفلتات التي تحدث ربما بين وقت وآخر ستقف إلى الأمام. وربما هذه التوصيات من خلال مخرجات اليوم تخرج بشكل إيجابي لربط العلاقة بين البلدين وللتبادل التجاري والمنفعي والسلعي، خاصة وأن هذه المنطقة شهدت تجارة البشر وتهريب في الحدود وكثير من القضايا الشائكة بين البلدين. مراسلنا جابر منصور مباشرة من أديس أبابا.